FM. الكلمة ليك. ناقصنا التنفيذ في تونس لدرجة وما يلزمناش نساو اللي فما حتى في لي بودجي ساعات اللي تحطوا بالنسبة للمشاريع تلقى توفى السنة الاقتصادية وتلقى البودجي محطوط والمشاريع ما تنفذتش بالكل. ألوغ احنا في العادة نقولوا اللي مشكلتنا هي نقص في التمويلات ولكن في العديد من المشاريع وخاصة في الجهات تلقى التمويلات وتتوقع التمويلات الآخر العام وما يصيرش التنفيذ. دونك القدرة على التنفيذ هي نقصتنا. ملاحظة أخرى زيدة اللي إذا كان كل شيء باش نعملوه مع مبدأ التوافقات راهو نخافوا زيدة نوليو نتيحوا في التواتؤات ونتيحوا في الكمبروميسيون ومعاش تولي التوافق بالمعنى الإيجابي متاعه. الكلمة ليك.